انا عايز بس اسالك سؤال في البدايه، لان دايما بلاحظ ان الناس اللي زي حضرتك كده اللي بيحطموا ارقام قياسيه في موسوعه الارقام القياسيه العالميه، ايه اللي بيخليكم تمارسوا رياضه بشكل مختلف للدرجات دي؟ عاده اي حد بيتجه لممارسه الرياضه بيلعب رياضه بعينها، بيلعب رياضه ما، بيلعب كوره، بيلعب فولي، بيلعب باسكت، بيلعب جولف، بيلعب تنس، ايا كان، بس ليه دايما بتختاروا حاجات شويه مختلفه عن الاخرين وبتتخصصوا فيها؟ هو اولا موسوعه جينيس بتدعم الحاجات الغريبه، يعني مش معنى مش هينفع ان انا اكون انسان مختلف عن اي شخص وانا بعمل حاجه اي حد ممكن يعملها. يعني انت كنت بتسعى للاختلاف والتميز. اكيد. تمام. فلازم عشان اكون مختلف اعمل حاجه مش سهل ان اي حد ممكن يوصل لها او اجيب اخري فيها، بحيث ان حتى لو حد هيعرف يعملها، لان اكيد في ناس كتير هتعرف تعملها بس ما يوصلش للليمت اللي انا وصلت له. اوكي، يعني انت مش بس عايز تتفرد، انت عايز تعجز المنافسين. ايوه. لان في مصر الموضوع بدا ينتشر، وفي يمكن 7 لعيبه مصريين في المجال الرياضي، فالمنافسه شرسه يعني. حلو.